السلام عليكم الشبيبة. أخ زبير، أخ محمد، أخ أحمد خلفة، الله يبارك فيك. سمير خلفوني، راه يبارك فيك إن شاء الله. عليكم السلام الأخ ياسين، الصوت راهو مليح، الله يبارك فيك. الأخ سعيداني، أخ أحمد، أخ عزيز هشام، الأخ عفيف مراد، الهادي، أخ شرفي، أخ أمين، زبير. المهم ما شاء الله عليكم، ربي يبارك فيكم إن شاء الله وربي يحفظكم. نحاول هو أن ندير إذن تعليق، والآن مانيش نقرأ في التعليقات، نحاول هو أن ندير تعليق ونفيدكم بالتجربة نتاعي المتواضعة، نفيدكم بالشي اللي أنا فاهمه يعني في الجزائر من خلال التجربة نتاعي المتواضعة الخاصة، من خلال المخالطة نتاعي لبعض من الناس، من خلال العيش نتاعي في الخارج إلى غير ذلك من المسائل مطالعة. المهم حبيت باش نفيدكم من خلال هذه المداخلة حول ما العمل، لا سيما هو أنه الآن سلطة الأمر الواقع، العصابة الجديدة فرضوا أمر واقع على الشعب الجزائري اللي كانوا كثير من الناس لاعتبارات مختلفة، دوك نجيو ليها من خلال هذا النقاش، كانوا يسوقوا في خطاب هذو راهم أيادي نتاع الخارج، وراه الدعم فيهم الدياستي، وراه الدعم فيهم الموساد، وراه الدعم فيهم فرنسا، وتدعم فيهم الأمريكان، وتدعم فيهم منظمات دولية ماسونية. راكم شفتوا هذا الباديسيين النوفمبريين، بطبيعة الحال حاشا بن باديس باش تكون الأمور واضحة، خاطر كاين بعض من الناس اللي هما يلعبوا على المتشابهات ويلعبوا على العواطف نتاع الناس. حاشا بن باديس، نقبل قبره حتى اذا كان ما كانش حنا نديروه، نقبل قبره، ما عندنا حتى مشكله مع بن باديس ولا مع فكر بن باديس، وانما تهكما على هاد الجودر هادو. حاشا بن باديس، هادو اللي يزعمون الباديسيه النوفمبريه، حاشا نوفمبر من هذه الاشكال، نوفمبر نتاع الهمة، نوفمبر نتاع العفة، نوفمبر نتاع الطهارة، نوفمبر نتاع الشهامة، نوفمبر نتاع الشجاعة، نوفمبر نتاع الأحرار، نوفمبر الرجال، نوفمبر البطولات، مش نوفمبر تاع الناس اللي تاجر، واحد باباه مجاهد، وواحد خالته شهيدة، وواحد داروا ثورة في دارهم، وقاعدين في 2019 مازالهم يتاجروا بنوفمبر. حاشا نوفمبر وحاشا بن باديس، وراكم شفتوا كيف استقبلهم الشعب، لا أحد منهم قدر يجمع التوقيعات، ومنهم من يتحدث باسم الأغلبية تاع الشعب، توقيعات ما جمعوهاش. قبل ما نبدأ نتحدث على هذه المسألة تاع التوقيعات والموقف تاع الخاص هكذا من المرشحين إلى غير ذلك، بيودي هو أولا كاين هناك نقطة مهمة لازم الشعب الجزائري يعرفها طيلة هذه 9 أشهر، وهناك جماهير جحافل في الولايات المختلفة تنادي بالتغيير، ما كانوش في البداية يناديو بذهاب قايد صالح، ما كانوش يقولوا له ديغاش،
لكن في هذه الأيام الأخيرة ارتفعت الوتيرة نتاع المطالب نتاع الشعب، وخلاص لأنه بدأت الناس تفقد في التركيز نتاعها، بدأت الناس تفقد في الصبر نتاعها، ومن حقهم ذلك، من حقهم ذلك لما يشوفوا هما ناس معارضين يهانون ويمنعون من التنقل، في المقابل يجوا في أزلام العصابة، أذناب العصابة مرشحين، وراكم شفتوا الآن أراهم كلهم، كلهم بدون استثناء كلهم كانوا مع بوتفليقة، راكم تشوفوا فيهم الآن قائمة رسمية. بعد ما كنا نتحدثوا على اللجنة نتاعك اللي سموها نتاع الوساطة والحوار، وعلى هذه اللجنة كانوا يشكوا في الكلام تاعنا، وكانوا يطعنوا، وكانوا يسبوا، وكانوا يتهموا، وكانوا كذا. راكم الآن أمام الأمر الواقع. إذن قبل ما نتحدث أنا على بعض التفاصيل، بودي هو أنه نوضح بعض المسائل. شكون هما هاد الناس اللي راهم خايفين من التغيير؟ سؤال بسيط، شكون هما هاد الناس اللي راهم هما خايفين من قيام جمهورية جديدة؟ شكون هما هاد الناس اللي خايفين من أن الشعب الجزائري يستعيد السيادة نتاعو، يستعيد الإرادة نتاعو؟ يو السيادة مش شعار، السيادة نتاعو الحقيقية على أرض الواقع، يستعيد الإرادة الحقيقية على أرض الواقع. شكون هما هاد الناس اللي هما خايفين أن الشعب الجزائري يصير عزيز مكرم؟ شكون هما هاد الناس اللي هما خايفين من أن الشعب الجزائري يصنع نهضة، يصنع اقتصاد، يصنع فلاحة، يصنع سياحة، يصنع مصانع؟ شكون هما هاد الناس اللي خايفين من أن الشعب الجزائري يصير يصنع القوت نتاعو؟ شكون هما؟ هما المستفيدين من هذا الوضع، سواء كانوا ناس في السلطة بمن فيهم الحمار البغل الهيشة القايد صالح على رأسهم. قلت لكم راهو جاي درك غير ثقيل، خلاص الكلام هذاك اللي كنا نتكلموا فيه منه وجاي نسوى ونتكلموا بالكلام واحد اخر، خطر عليها ما حبيتوش تفهموا. إذن شكون هما هاد الناس؟ هاد الناس اللي هما مستفيدين من الوضع، القيادة العسكرية الخائنة المجرمة التي أجرمت في حق الشعب من خلال المساهمة في الدماء، الدماء نتاع الجزائريين اللي هما مشاركين. أنا لا أتحدث عن الشرفاء، لا أتحدث عن الناس اللي هما يعني الله غالب عليهم، تحتمت الظروف وهما كانوا في مرحلة ما لقوا رواحهم. أنا أتحدث عن الناس اللي راهم في القيادة ومساهمين في الدماء نتاع الجزائريين. كان منهم اللي يضرب بالدبابة ويضرب بالصاروخ ويقتل في أبناء الشعب الجزائري، هذو اللي راني نتحدث عليهم. أنا لا أتحدث على أصحاب الأيادي البيضاء، أتحدث على الدمويين، أتحدث عن الاستئصاليين، أتحدث عن الناس اللي عندهم عقدة، عندهم عقدة مع الإسلام، عندهم عقدة مع العروبة، عندهم عقدة من الوحدة نتاع الجزائريين. الوحدة هما بالنسبة لهم يكون الشعب الجزائري خادوم، الشعب الجزائري تحت رجليهم، ما يحبوش الوحدة نتاع الجزائريين، وان أنه الشعب الجزائري يصير متخاوي مع بعضاه ويصير متسامح مع بعضاه. هم من يسعى ليلة ونهار لتفريق الشعب الجزائري، وراكم شفتوهم الآن. شوفوا المرشحين شكون هما، منين جايين، منين من حاضرين، وش يحوسوا؟ يا هل ترى يحوسوا على رئيس اللي هو يقول للقايد صالح ديقاش؟ ها راهم يحوسوا على رئيس يقول للقايد صالح ديقاش، والله يحوسوا على رئيس اللي يحكموا القايد صالح من وذنه. قسما بالله لست طامح للرئاسة ولست طامح لمنصب، والله العظيم لو كان يمكنني ربي هذا قايد صالح نقلبو كاشير، كاشير نقلبو كاشير خلاص، بلغ السيل الزباع، فهمتوا؟ خلاص
هذو ما مش يحوسوا على المصلحة نتاع البلاد، ما مش يحوسوا على الوحدة، هذو قاعدين يستعملوا في المأساة، يستعملوا في هذا الوضع اللي هما صنعوه، هما اللي صنعوه، صنعوه بالتعنت نتاعهم، صنعوه بالجهل نتاعهم، صنعوه بمحدودية الفكر نتاعهم، صنعوه بالزعامات وبالمشيخة، صنعوه يعني يعني لهلجوا ناس، يعني لحقوا لواحد المستوى من السرقة تاع الثروات نتاع الشعب، لحقوا من المستوى من الرعونة، لحقوا لواحد المستوى وين خلاص خلاص. إذن هم اللي صنعوا هذا الوضع، هذا الناس هم خايفين، هذا اللي راهم في السلطة والأعوان نتاعهم، أعوان نتاعهم من الصحفيين المرتزقة اللي راهم في القنوات المختلفة، سواء في القناة الرسمية ولا في القنوات الخاصة في الداخل وفي الخارج، من الكتاب المرتزقة اللي سميتهم أنا في واحد الوقت سميتهم نتوع المارينز، كتاب نتوع المارينز. إلى غير ذلك، فيه جهات خارجية أيضا يخدمها، هو أنه يكون رئيس ضعيف لا يتمتع بالسيادة الشعبية، لا يتمتع بإرادة شعبية حقيقية هي اللي تمكنه هو أنه يخبط يده على الطابلة كما راهم بعض الرؤساء. بالتالي هما يحوسوا على رئيس ضعيف، رئيس منزوع الشخصية، رئيس منزوع الإرادة، يحوسوا عليه. فرنسا، أمريكا، روسيا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، يحوسوا على رئيس منزوع الإرادة. الصين، فهمتوا، يحوسوا على رئيس منزوع الإرادة اللي هما يعقدوا معاه الصفقات، اللي هما قاعدين وما زمزم يلحقهم من السعودية للبيت الأبيض ولا الإليزي، ودقلة نور تجيهم الناس تتعذب عليها باش تنحيها وهي تلحق لهم. طيبة، فهمتوا، ما مش يحوسوا على رئيس اللي ينبع من الإرادة نتاع الشعب، رئيس اللي يبكي على الشعب، رئيس اللي هو يجسد الطموحات نتاع الشعب، يحوسوا على رئيس منزوع الإرادة، رئيس اللي هو سربيتها في يدهم، ويحاولوا والله في أحسن الحالات رئيس اللي هو عندهم عليه ملفات، ملفات باش هما يستعملوها في الوقت المناسب، باش هما قال تمد كذا، توقع على كذا، والله نديرو كذا. إذن هما ما مش يحوسوا على رئيس اللي ينبع من الإرادة الشعبية، بالإضافة إلى أنه هذا الفساد من الناس اللي هما داروا أموال من السحت الحرام، ومن الناس اللي هما متورطين في الدماء، سواء كانوا عندهم توجه إسلامي ولا علماني ولا وش كان، ناس متورطين في المأساة الجزائرية وخايفين يطلع عليهم النهار. كاين منهم اللي راه هو داخل في جماعة مسلحة، وكان في جماعة مسلحة وراه يصور في روحه باللي راه مانيش عارف انا كذا، خايفين هو انه يطلع عليهم النهار، خطر عليه. هذو الحقيقة تزعجهم، الحق يزعجهم، بالتالي هما يحوسوا على ناس اللي هما خطر الحقيقة لو كان هما غدوة الناس تعرف الحقيقة راحت التجارة نتاعهم، لا باسم الدين ولا باسم الثورة ولا باسم الديمقراطية ولا تحت أي شعار، ولا حقوق الإنسان ولا تحت أي شعار. هما يحوسوا على ناس اللي هما يمارسوا عليهم في الوصاية، ويمارسوا في الوصاية للشعب باسم الثورة، باسم التاريخ. في 2019 أنا كنت هذه الأيامات ساعة ونشوف بعض الصور تحت في المنطقة نتاعنا، ومن بعد كما يقولوا هضره خالتي والمعنى لجارتي، راه كل واحد منكم راه عنده هذه الاشكال في المنطقه نتاعنا. النهار اللي كانوا المجاهدين غير هنا برك السبعينات والثمانينات، ما نحكيوش حنا على الربعينات ومانيش عارف انا واش، هنا برك السبعينات والثمانينات حتى بدايه التسعينات، ها كانوا كاينين المجاهدين، بعض الاشكال هذو ما تشوفهمش خلاص، قسما بالله لا تشوفه لا يحضر في جماعة ولا يهضر قدام الناس ولا مكين والو. من بعد ذك خلالهم الجو،
مره على مره نشوف صور، واش هذا؟ هذا نتاع المجاهدين، او هذا نتاع ابناء الشهداء، او تشوف فيهم مع الجدارميه وهذه التكريمات وهذه كذا والعائله الثوريه واحد مصطلحات، او تقول انت يا صاحبي هذ وين كانوا؟ وين كانوا؟ او حتى في الدشره، في الدشره وين انا نسكن، خلقوا دشره داخل الدشره، وشوفوا يعني ربي كي يحب يبخص واحد يبخصه. كانوا في وقت من الاوقات قسما بالله يا لو كان الطرطق يا والله العظيم نشوفوا نرحى لكم. في وقت من الاوقات كانوا يقولوا باللي هما جاوا من جهه، وهذه الايامات فضحهم ربي ترشح واحد. بطبيعه الحال انا الشخص هذا ما عندي حتى مشكله، لا هو ولا مع العائله نتاعو، والله نقدره ونحترمه، ولو كان نلقاه نبوسه ونسلم عليه ونقعد معاه ما عندي حتى مشكله معاه. لكن برك باش تشوفوا هو عنده توجه. احمد شوذري، هيا باش ما نضلش ندور في احمد شوذري، استاذ حتى متزوج من العائله نتاع خبابه، هاي باش تكون الامور واضحه. انسان نعرفوا عليه الخير يعني من العائله نتاعو ما شاء الله، ما نعرفوا عليهم والو يعني، الناس انسان نعرفوه يعني كان في الصحافه وفي الاعلام. نهار اللي كان هذا اني صراحه ماني ميساعش خلاص، وكثير من الصحفيين اللي الان راها خلى لهم الجو، كان يعني انسان ما شاء الله عليه متكون وانسان ابن عائله ونظيف ونعرفوا عليه غير الخير. التوجه نتاعو راكم تعرفوه، عروبي قومي بعثي، كان في بغداد. هاد الناس هما عندهم يعني جبتها لكم كمثال هادو خلى لهم الجو. ماشي نحكي على الاستاذ شهري، ماشي نحكي عليه هو، نحكي على بعض الناس، بعض الوجوه المقصدره خلى لهم الجو. في وقت من الاوقات ما كانوش يبانوا، نهار اللي كانوا الشيوخ وكانوا اهل المنطقه وكانوا كذا، خلى لهم الجو، صاروا يجيبوا في بعض الاشياء ورايحين دايرين من شعر انا ورايحين لبجايه وهذو راهم مش من كذا. واش علاقه نتاع احمد شوذري منطقيا؟ مانيش نحكي عليه، راني نحكي على هذا الفكر، هذا اللي لقى هذا الوقت هذا وخلى لهم الجو وعشاوه ما يديروا ويديروا. واش امتد احمد شوذري لبغداد؟ ها امازيغيين، امازيغيين هما مش عرب. واش دا احمد شوذري لبغداد ويدافع العروبه ودايرها برنامج ودير هكذا؟ والله مش منكم هو، ومن بعد نشوف انا في بعض الوجوه صاروا مجاهدين، واحد باباه بطل وواحد كذا وواحد كذا وواحد كذا، علاه؟ في غياب رجال، راحوا المشايخ. الدشرة نتاعنا اللي كانوا فيها أكثر من 300 واحد كانوا يقريو في القرآن، راهم الآن يجيبوا في واحد يجي يصلي بهم مش من الدشرة. وخليوني لو كان الطرطق راني قسما بالله نغسل بكم العالم ونتوقف لهنا. علاش أنا راني نتحدث في هذا الحديث؟ راه مرتبط بهذا الوضع اللي احنا الآن رانا عايشينه. إذن هذا الناس خايفين أنه يكونوا رجال يتمتعوا بسيادة شعبية، ناس نابعين من المجتمع، ناس عندهم أصالة، ناس عندهم مبادئ، ناس لا تزعزعهم البراكين ولا تزعزعهم العواصف، ناس اللي هما في مستوى الأمانة وفي مستوى التحديات. هذا اللي فيما بعد انت غدوة يقفوا بالبلاد. روح ناس تهضر على بومدين قطع ماشيين على الأقدام الحق المصر، فهمت؟ موشي على بالي باللي راهم كاينين عائلات راهم يتبعوا فيا، واحترام للعائلات، فتالي قاسما بالله نسمعكم كلام اللي عند ربي مانيش عارف كيفاه، احترام للعائلات نسكت.
هذا اللي ما يقدرش يهبط للشعب الجزائري، ما يقدرش يشارك في مسيرة، هذا تنتظر منه انت باش يدير لك تغيير. هذا اللي في ايام سابقه كان يقول باللي هو مرشح الحراك، ودرك هو صار يقول لك راهم كاينين 3 ولا 4 في المسيله، 5 ولا 6 اللي هي في مستغانم، 2 ولا 3 في سطيف، 4 ولا 5 في الجزائر، صاروا يتهكموا بالشعب. لماذا؟ لانه خلالهم الجو، خلالهم الجو. وانا شخصيا وغيري كثير، انا مانيش مشتاق كلام ولا مشتاق ظهور في غياب الرجال اللي تحدثنا، في غياب الرجال. نهار اللي كان واحد ما يشرك لغبو كنا نتحدثوا، دوك الناس الكل تهدر، الناس الكل تتكلم، شعب راهو برا واش تتكلم انت يا. ولكن مع ذلك خففنا من الحدة نتاع الكلام تاعنا، خففنا من كثير من الأشياء، وقلنا لعل الله، لعل لعل لعل. ولكن راكم شفتوا هاد الناس اللي كانوا يبيعوا لكم في الأوهام، شفتوا هاد الناس اللي كان منهم من يصور نفسه على أساس أنه راهو في قيادة الأركان، راهو متربع، والباديسية والنوفمبرية، وجاء هاو عشية ذكرى نتاع نوفمبر نصبوا لكم التمثال تاع ماسينيسا. وراكم يا ناشر الوعي، وراكم يا اللي كنتو تتحدثوا على انه الشعب راه معاكم، ما قدرتوش تجمعوا التوقيعات، انتم تحشموا، انتم رجال، انا على بالي بكم اللي ما تحشموش، وجوهكم ممسوخه، وجوهكم مسلوخه، وانا على يقين من انه تزيدوا تهضروا. خطر علاه؟ ما عندكمش على واش تستحيوا. هذا الانسان اللي عنده النيف، الانسان اللي راجل، المفترض هو انه يروح قال ودي ايها الشعب رانا كنا خاطئين، رانا كنا كذا، ورانا كنا نحسبوا كذا. ومع ذلك عوض هو ان يستحوا درك يزيدوا يعاودوا يجيو، يجوكم بغنيات واحد اخرى. نجيب لكم واحد القصه برك باش نخفوا بها الجو، ونعود نرجع للموضوع نتاع التوقيعات. كنت نقرا في واحد الكتاب هكذا، قريته من زمان هكذا، ولقيت في المقدمه نتاع واحد القصه، قصه طريفه جدا، ولكن هي مواكبه لهذا الوضع اللي حنا رانا عايشينه. يحكي هذا الكاتب هذا في موضوع نتاع يا شيعة العالم استيقظوا، قريته انا حبيت نطالع نشوف انا واحد شيعي هكذا يحكي على الشيعة وكذا، حبيت باش انا نستفاد من الكتاب هذا، كتيب صغير هكذا. يحكي المهم في القصة يقول باللي كان واحد طبيب، والطبيب هذاك يخدم عند واحد نقوله من الفراعنة في عصر من العصور. ملاو هذاك الطبيب هذاك، جا واحد المرة خارج هكذا يلقى واحد في الطريق، المهم معذب عذاب أحمر، الدمومات السايح، الجسم نتاعو مقطع، المهم صرا فيه البطل. قدم ليه هكذاك، يلقاه ينازع هكذاك في حالة يرثى لها، رايح يموت. قدم ليه يا سيدي واش حكايتك هذا، واش حوالك، واش كذا. قال له ودي راك تشوفو راهو هذا الملك ولا وسمو كذا الفرعون في هذاك الوقت هذاك، هاك تشوف راهو دالي الاراضي نتاعي، وراهو عذبني، وراهو دالي الزوجة نتاعي، وراهو دالي، وراهو دالي، وراهو دالي. غاضو داه سيدي لعندو دواه وكرمو. المهم من بعد هو بدات ترفع المعنويات نتاعو شويه هكذا، وبدا يصحى. المهم وناض في يوم من الايام، مات هذاك الحاكم في المنطقه، في المنطقه هذيك وفي العصر هذاك مات. وهو بحكم هو انه راهو كان يشتغل تما، والله يعني كيما نقولوا حنا بالدرجه تاعنا عشان باش يروح يحضر تما، يروح يحضر تما للوليمه هذيك اللي راهين يديروها، والله الجنازه. اي يا سيدي يروح يسمع في السيد هذاك،
يبكي في واحد البكاء حمر، يبكي على هذا الحاكم اللي هو كان يعذب فيه وكان يديرو وكان يديرو وكان يديرو. قال لك تعجبت، شكون هذا الشخص هذا اللي راه هو يبكي على هذا الحاكم؟ راح ليه قدم ليه هكذا، يلقاه صاحبنا، صاحبنا ذاك اللي دواه. قال له سيدي كيفاه قصتك انت؟ مشي قلت لي باللي انت يا هذا الحاكم هذا راهو عذبك وراهو دارك الزوجه نتاعك ودارك الاملاك ودارك كذا ودار لك ودار لك ودار لك ودار. كيفاه انت يعني المفترض انه الناس كل ما تلحقش لهذا المستوى، فاذا بها نلقاوك انت لهنا. قال له والله العظيم، قال له في الحقيقه يعني راني تسمى لما شفت انا الناس يحكيو عليه، يحكيو على هذا الحاكم ويحكيو على الامانه نتاعو وعلى الصدق نتاعو والاخلاص نتاعو وكذا، قال له راني اكتشفت روحي باللي راني كنت على ضلال. هذه هي لبعض الناس كانوا يحولهم في قشهم، باش ما نقولش كلام كبير خطر على بالي باللي عائلات راهم يتبعوا فيها، وان شاء الله راني اليوم راني مبسوط على جال باش ما نطيحش ان شاء الله، ما نقول حتى كلمه زايده. وسمحوا لي المره اللي فاتت خلاص يعني شفت واحد شاب هكذا مسكين يودع في خوه ويعيط فقدت الاعصاب تاعي والله صراحه. سمحوا لي خاصه الاخوه في العائله تاعهم، سمحوا لي يعني نبوس الرؤوس تاعكم واحد بواحد، سمحوا لي مانيش مالك نتكلم الكلام هذاك، ولكن الواحد كيما يقولوا طار له البوشون خلاص، لحقونا الواحد المستوى خلاص. إذن هذه هي الإخوة والأخوات، القصة هذه جبتها لما تشوف أنت ناس. قايد صالح كان بعضهم كان عامل فيه ما عامل، قتلوا أبناء الشعب، دمروا الجزائر باختصار، وكان واقف طيلة 20 سنة هو مع بوتفليقة. احنا نقول لهم وما يقول لك هو تطهير هاي، واش من بعد واش ظهرت لك دوكا؟ احنا كنا نثبطوا وكنا احنا رانا نوسيو فيكم، واش ظهرت؟ بنفليس واحد من المرشحين تاع الدياراس وكلهم، هذا بالعيد لم يمارس المهنه نتاع الطب ومع ذلك يعيطوا له الدكتور، واحد من الجماعه تاع الدياراس. هذا بنقرينا واحد من الجماعة اللي هما في التسعينات نهار اللي هزوا الجماعة نتاعو الفيس وداوهم العين مقلو وورقلة وكذا وكذا وكذا، جابوه حطوه في المجلس هذاك نتاع الانتقالي، وما بعد عينوه وزير في الوقت اللي كانت الرؤوس تقطع، هو كان لاتي بعيد الفارولة. هذا التبون راكم على بالكم به، راهو كان مع بوتفليقة منذ البداية نتاعو. وشكون الاخر؟ شكون اللي ما هضرناش عليه؟ خمسة من الناس، هذا التبون، بن فليس، بالعيد، وبالقرينا، وميهوبي هذا نتاع الدياراس، مجمع نتاع الدياراس، ممكن كش ما حاكمين عليه ملفات والله. وهو هكذا يبان لك انسان طيب وانسان هادئ وانسان يعني كذا، ولكن احنا نحوسوا على واحد اللي يقول لقيت صالح هز قشك ديقاش يلا تحرك نبه. نحوسوا على رئيس اللي لما يشوفه جنرال يبول على روحه، ماشي لما يشوف جنرال يبول على روحه، لما يشوفه جنرال يبول على روحه. خطر علاه؟ هذو رخصوا بالشعب، لو كان دوك راهم ذوك قال مثلا راهم هما في صالح البلاد وش عليه، دو راهم وصلوا للشعب انه هذا المواطن يروح يحرق. وراكم شفتوهم هذو راهم يهضروا عليهم رغم انه كانوا معاهم، كانه هذا احمد ويحيى طاح من المريخ هو وربراب والاخر والاخر والاخر، كانهم جو من المريخ
من هم؟ هم اللي خلقهم. شكون اللي دار؟ شكون اللي خلق او يحيى؟ وشكون اللي خلق هذا برار وهذا حداد والاخر 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 والاخر؟ شكون هذا اللي كان هو يأتمر بالاوامر نتاع السعيد بوتفليقه؟ ما على بالوش، ما على بالوش قايد صالح، ماشي هو اللي كان قاعد معاه في فال دو غراس نهار اللي هما تلاقاه بالروب دو شومبر والفوتو نتاع فرانسوا هولاند من وراه. هاني هنا في فرنسا، في قلب فرنسا، هاني نهضر معاك، عندي النيف عليك، هاني هنا في فرنسا وعندي النيف عليك. تجي وزير دفاع، تجي لي زنفاليد تهضروا دوك الان، قال لك واجي معنويات نتاع الجيش، معنويات نتاع الجيش، معنويات نتاع الجيش، انت اللي طيح فيها يا البغل يا الحمار، بغل وحمار، حاكم، حاكم كوادر، حاكم اطارات، حاكم كفاءات، انت اللي راك تطيح في المعنويات نتاع الجيش يا البغل. الجيش محتاج الى واحد مفكر، محتاج الى واحد متنور، محتاج الى واحد عنده استراتيجيات، مش انسان بغل في راسه. طيح في المعنويات نتاع الجيش، وراكم شفتوه تلاقى مع وزير العدل، هاكم شفتوه اللي هو اللي عينه الفؤالي يسكبو، يعطيلو في اوامر، يعني يروحوا هاني هنا كانش حتى واحد يعني يدزوا معاهم هذو القضاة هذو بالتعبير هذا، فهمتوا؟ إذن هذه هي المسألة. الآن نحكي لكم على القضية نتاع التوقيعات، نحكي لكم على القضية نتاع التوقيعات من منطلق تجربة خذتها، وما نحكيش في بعض التفاصيل حتى باش ما نعلموش الحمقى والأغبياء، خاطر كاين بعض من الناس اللي مرات انت توري لهم يوليو يستعملوا المعلومات هذيك ضدك، فهمت؟ وكاين منهم راه ما على بالي باللي راهم يسمعوا فيا وراهم يتبعوا فيا، كاين منهم اللي كان ما يعرفش، ما يعرفش يحل فيسبوك، ما يعرفش يحل يوتيوب، ودوك اليوم راه عاش، عاش عالم كبير، فهمت؟ نهار كنت نوريكم كيفاش كيفاش تكتبوا التعليقات، وجوه البخس، وجوه الرخص، درك صرتوا رجاله، صرتوا تعرفوا دوك وانا واحد ما يعرفني. نحكي لكم كتجربة شخصية. أنا أحمد طلب الإبراهيمي في سنة 1999، ما كان تربطني به حتى علاقة، كنت نتحدث أنا والأخ متاعي الأكبر راكم تعرفوه اللي راه محامي، نقصروا هكذا في الدار هكذا، وكنا دائما في نقاش، أنا كنت ضد النظام وكنا نتناقشوا هكذا. واحد المرة هو كان في جبهة التحرير، كان منتمي لجبهة التحرير للتيار هذا المسمى بتاع مهريو، كان في الوقت هذاك نتناقشوا هكذا، واحد المرة هكذا نقصروا هكذا، قلت له أنا أنتم أنتوا جبهة التحرير وش عندكم؟ عندكم أربع شخصيات ولا خمسة باقي كامل راك تعرف. قال لي شكون هما؟ قلت له فلان وفلان وفلان. قال لي يا سيدي إلا كانك في حل هاو راهي ترشح أحمد طالب وعاونو. من هنا انطلقت، وانا انسان كي نمد كلمه خلاص الناس اللي راهم يعرفوني يعرفوني. قلت له اوكي ترشح احمد طالب، عيط لي، قال لي بالتليفون، قال لي هو ترشح صاحبك، عيط له. انا هضرت مع محمد سعيد هذا اللي عند بعد عينه وزير، وكان هو عيط له، هضرت معاه وطلعت لثما وروحت انا لميت له التوقيعات. دوك الان نحكي لكم على التوقيعات هذه على جال باش تعرفوا علاه، خطر كاين بعض من الناس من حقهم، انا راني نتحدث في الشأن العام، يعرفوا بعض الاشياء. يقول لك انت واش علاقتك بحمد طالب؟ هكذا بداتك، بدات عن طريق هكذا. ومن بعد بطبيعه الحال لما تحدثت معاه، تحدثت معاه بالحضور، هاو الاخ نتاعي مازال حي، وكاين واحد الاخ من العائله ايضا ديته معايا اللي صار فيما بعد رئيس بلديه في برج الغدير، يقولوا له محمد هاو مازال حي، مرغاد كيما يقولوا له في المنطقه، سقسيوه. وكان معايا انا اللي ديته معايا، كان حاضر معايا، وقول له واش هضرتوا مع احمد طالب؟ طيله ساعه ولا ساعتين انا نتكلم هما ساكتين. كي جينا خارجين قال لي الاخ نتاعي، قال لي راك زودتها بزاف، قال لي يعني
احمد طالب وكذا، والمفترض هو انه كاينه بعض الكلام ما تقولوش وكذا وكذا. قلت له انا ما جيتش باش نقصر معاه، جيت حنا رانا نتحدثوا على مشروع هاي كذا هاي كذا هاي كذا هاي كذا هاي كذا، ما جيتش انا باش نلعب معاه. من بعد كي بدينا في العمليه نتاع التوقيعات، ما نقدرش نحكي انا في التفاصيل، هذا محمد كان معايا ولكن من بعد ما دار والو، عاوني هكذا شويه ولكن ما كان والو. فيما بعد انت لما تدخل في الاطار تاع التوقيعات، خاطر كاين بعض من الناس اللي فاهمين التوقيعات هذه كما سمعتوا هذاك سليمان بخليلي هذاك، يجيبهم في 48 ساعه ومن بعد لا فانت كونت توقيعات ما لمهمش، ومسدور هذاك ها معي طول وهاي خلات وهاي خلاص وراه معي طول وراه خرج العجب العجب ومن بعد ما لمش التوقيعات، وهذا خرشي والاخر 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 والاخر، وهاك تشوف ما عندهمش حتى الكوراج باش هما يطعنوا والله قال هما يحتجوا والله قال يبينوا باللي راه ملموا التوقيعات. خطر عليه هذا اللي يقول لك انت عنده قائمه قوائم مطبوعه، هذا واش معناتها؟ معناتها باللي طرا فيك، وعندهم هما سيستم نيميريك باسكو هما على بالهم باللي يقول لك عندهم سيستم نيميريك، وحتى كاينه قوائم اللي هي راه كيما نقولوا تبعت من قبل، ما عندهم، عندهم الارشيف كان قائمه هذيك طب 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 بالاورديناتور يقول لك ها وكذا ها وكذا. انت كيفاش تروح تلم التوقيعات؟ انت راك رايح تقدم انت مرشح، مرشح للرئاسه، المفترض يا سيدي مينيموم عندك مينيموم راهم هما داروه 25 ولايه، راه كاينه 48 ولايه، المهم انت يكون عندك مينيموم، خاطر يمكن كاين خارج ثاني عندك 25 ولايه مينيموم، راه انت باش تكون رئيس ما عندكش توقيعات، ما عندكش حتى ممثلين في الولايات، ومن بعد قاعدين يفوخوا ويزوخوا على الشعب هم عندنا وحنا شفافين، واش عندك؟ عندك ذرات ذرات مجرد ذرات، هذا ما كان، ما عندك والو، قاعد تبيع في الاوهام للشعب. حنا راه نتحدثوا من الواقع، لما انت تروح للولايه عندك انت ممثل في ولايه ومن بعد هاي عندك انت ممثل في سطيف ومن بعد عندك ممثل في البرج ومن بعد عندك ممثل مانيش عارف انا وين في تندوف، ايه دوك الانسان الاحمق انسان اللي راسه مسكر لما انت تقول له بلي انا عندي ممثل في تندوف يقول لك الله او عنده حتى في تندوفة، بصح الانسان اللي راه يعرف النظام ويعرف كيف تجمع التوقيعات يقول لك ايه ومن بعد عندك ممثل في تندوف ومن بعد اسكو انت هذاك الممثل راح يجمع لك هو النصاب اللي راهم مطالبينه بالقانون، كانوا بكري دايرين 1500 دوك وقيله قلبوها 1200، انت كيفاش تجمع التوقيعات؟ تروح لواحد، انا نعطيكم بعض الاشياء اللي انا عشتها شي قالوا لي، تروح انت تروح انت تجمع التوقيعات. السلام عليكم. وعليكم السلام. تلقى واحد جماعة في قهوة، انت راهم يعرفوك، ماكشي قال مثلا واحد راهو جاي في الفيسبوك ويهضر، انت كي تروح انت ثما ابن الولاية، انت ابن الولاية تعرفو الفيسبوك مرشح احمد طالب، انا يعرفني ما يعرفنيش، فهمت؟ ما يعرفنيش، انا عرفتو ماشي هو اللي عرفني. دوك انت كي نروح انا نجمع التوقيعات، شكون انت اللي راك تجمع التوقيعات؟ راح تجمع احمد طالب سي محمد، احمد طالب هذا راهو يحمل المشروع، احمد طالب راهو ابن شخصيه احمد طالب، انت كي تروح ليه كي تروح ليه وما يشوفش احمد طالب يشوف ليك انت شكون هو، باش يشوفش احمد طالب شوف ليك انت شكون، اسكو انت راك في المستوى انت احمد طالب، تروح انت يعرفوك الناس انت شكون، مش هو المستوى نتاعك،
سواء التعليمي ولا الثقافي ولا كذا، يعرفوا انت المصداقية نتاعك، يا هل ترى انت انسان كذاب، يا هل ترى انت انسان عندك مبدأ، يا هل ترى انت انسان صادق، يا هل ترى انت انسان غدار، يا هل ترى كذا كذا. العائلة نتاعك، انت ولد من، انت كذا. انت لما تروح للناس، انا كنت نروح للناس في الوقت نتاع 99 ماشي 2019، في 99 كان الواحد ما يخرج القمقم نتاعو، كان اللي يتكلم يقول له انت ارهابي مع احمد طالب، ولعلكم راكم شفتوها وسمعتوها، ولعلكم راكم عايشتو، كاين منكم اللي راهو عايش ديك المرحله، اللي يتكلم يقول له انت ارهابي، مازال تتبع حتى اليوم. تروح كاين بعض الرجال اللي انا قصدتهم، من بينهم واحد توفى ربي يرحمه، قولوا له الحاج سعيد طرش، اللي هو بالمناسبه ماخذ الخواتات، هو الاستاذ هذا شوفي اللي تقدم في البرج احمد. والحاج سعيد انا نعرفه، واسمو بيو، كانوا بكري دايرين، هذا الناس معروفين في المنطقه هكذا. اوكي كي نروح ليه يقول لي اهلا ولد سيدي، فهمت الشيخ، يقول لي اهلا ولد سيدي. كي نروح ليه انا عيط لواحد قال له عطيلو مقر، مقر باطل غراتويتمون، لمو فيه قاعدين تما التوقيعات، لمينا فيه تقريبا وقيله واحد الشهر ولا كذا، مقر كل في اسمه في البرج تقريبا في الولايه القديمه. الاخوه اللي راهم في البرج بالك راهم يعرفوني. نروح انا الغيلاسة مثلا في برج الغدير، نروح انا نقصد واحد معروف في المنطقه هما، كي نروح ليه ما يقوليش رحت لعب، يقول لي اهلا اهلا ابن الشيخ، واش راك، مرحبا، قرب تفضل، واش حقيت، فهمت. جبتها لك كمثال، كمثال باش تعرف انت مع من راك تمشي. انت كي تروح انت تلم التوقيعات باش تلمهم، تعيط للناس، هذا كي تروح تهضر مع الناس يقول لك انت شكون، داكور، شحال راكم تمدوا، سورتو درك، شحال راكم تمدوا، جماعه ملي راهم يمدوا فيهم ب 100000، واش بيك انا نجي نعطيك انا التوقيع نتاعي انا، روح ارحم هذيك، كيفاه برنامجه، روح شنو برنامج، شحال حكاو معانا الناس، ادخل قهوه، هيا سلك لنا قهوي، هاي واش سلك قهوه، واش تحب روح هاي، تقعد انت الدور. كي تلقى ناس زعما شغل وسمو يقول لك عطينا البرنامج تاع المرشح نتاعكم، ما عندكش حتى المرشح اصلا ما تعرفوش، كاينين حتى المرشحين ما يعرفوهمش، خطر على هو طماع في باله يقول لك بلي هذا مرشح، واحد يشوف في روحه والي، واحد يشوف في روحه واسمو رئيس دايره، واحد يشوف في روحه رئيس بلديه، واحد يشوف في روحه قنصل، واحد يشوف في روحه كذا، مازال ما كانش خلاص. تروح لثما يقول لك عطيني البرنامج، ما انت اصلا ما عندكش البرنامج، قنعو انت يا تقول له انت يا خرشي النووي، شكون هذا خرشي النووي هذا؟ خرشي منين هو هذا خرشي النووي هذا؟ منين؟ وين يسكن؟ شكون هذا؟ واش اسمه هذاك تاع خاتم سليمان؟ تاع خاتم سليمان، بصح انا وعلاه واش مول في جيل الولايه نتاعنا خلاص؟ جامي جا لينا. وكيف احنا دوك نتوما نلمو احنا التوقيعات؟ هاهو ما نلموش حنايا. والاخر كاينين شخصيات اللي هما معروفين في التلفزيون، هو في بالو بلي راهو يهضر في الشروق كيما هذا نزدور، والله هو في بالو راهو يهضر في الشروق ولا راهو يهضر في النهار، ولا راهو شعب يعرفه، شعب ما يعرفكش، شعب يعرفك ظاهره صوتيه راك في القناه الفضائيه، شعب كيفاش يعرفك؟ يعرفك لما تكون انت تعرف شاب. باش تعرف شاب؟ لما انت جنازه تاع واحد يموت تروح تحضر فيها، لما انت واحد عرس تروح لثما تبارك له تروح تحضر له، لما انت واحد مرض تروح تزوره، لما واحد مات تروح انت تعزي الاهل نتاعو. واش باش يعرفك تاع الناس هذوك اللي راهم راحوا داروا بهم الناس؟ ايوا راهم يخدموا، كاين واحد راهو عنده جمعيات، كاين واحد راهو يدي في السميد ويدي في الدقيق وراهو في كذا وفي كذا، يخدم لها عام وعامين وكذا على جال باش هو يروح. انت قاعد في وسمو راك تتكلم من بعد وماكش تقدم والو، كون نقولوا مثلا كش ما راك تقدم
انا شخصيا صرات لي هنا سواء انا في فرنسا ولا في وسمو، كاينين الناس والله ما نعرفهم وما يعرفوني، والله كنت لقاه والله غير يجي يسلم لي، كاين منهم حتى يسلم لي على راسي يقول لي ارواح وتغدى ولا ارواح تعشى ولا ارواح كذا ونديك وارواح اقعد عندي، والله يعرضوني من كندا من الامريكان من الانجليز من كذا. علاش؟ لانه انا راه يشوف فيا بلي راني قدمت له حاجه، فهمته في بعض الامور اللي ما كانش فاهمها، تحدث في مواضيع تاع الماساه الى غير ذلك، وراني قدمت له خدمه. كاين اللي هو راه كان غارق في بعض الامور والله عاونته ولو هكذا نفسيا والله معنويا، والله راك قدمت له انت، واش قدمت له؟ واش درت له؟ قاعد انت تعيط لك الشروق اسئله محضره وتجي انت تهضر با 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 ومن بعد تروح كي شغل واحد هذاك راهو ينفخ في بالون ومن بعد والو. لذلك هذه المساله هذه نتاع التوقيعات هذه درك لما انت تمارسها ماشي كيما انت تسمع، ترى دوك واحد تاع 50000 توقيع يا حزرة 50000 توقيع داني لما في عشيه، كما قالها اسمه سليمان بن خليلي لما في عشيه. انا النهار اللي رحت لاحمد طلب لقيت محمد سعيد، قعدت نحكي انا وياه هكذا، حكينا ومن بعد قال لي ها باب الراي، قلت له انا اعطيني 5000. قال لي ما نقدرش نعطيك انا 5000. قلت له علاه؟ تسمى راك الشغل طيح بيا انايا ولا كيفاش؟ تعطيني 5000 نجيب لك 5000 توقيع. قال لي لا انا ما نقدرش نعطيك 5000. قال لي نعطيك 1500 مطالبه بها قانونا. قال لي كي تلمهم لي بعد ان شاء الله ما فيش مشكله. قلت له ايه اوكي. وانا في الوقت هذا كنت نحسبها باللي 1500 هذه اللي ما فيها عشيه، لكن كيما تروح كيما كنت نقول لكم من قبل لما انت تروح هذا كاين اللي تهضر معاه. والله العظيم نعرف واحد استاذ يقري في الثانويه نتاع برج الغدير ما نذكرش الاسم نتاعو، رحت ليه قال لي اعطيني واحد 8 ولا 10 تاع توقيعات. قلت له انا جيب لي انت الدار تاعكم برك تعرف. قعدوا توقيعات هذوك سمانه هما عنده وجابهم لي فارغين. هذا كمثال كاين الناس اللي هما والله غير هما مساكن هما يعاونوني سمعوني هكذا ويعرفوني انا، يجيو لي يقول لي اعطيني 4 5 يروح يعمرهم ويجي ويقاليزيهم ويجيبهم. انا قاعد في الاول هكذا مشيت انا خدمت اتصلت بعائلات نعرف الناس هكذا كيما نقولوا اعيان في المنطقه، نعرف شخصيات عندي تعاملات انا مع ناس، هذا رياضي هذا عسكري سابق هذا ابن شيخ هذا استاذ هذا معلم هذا فلاح، نعرف الناس يعرفوني في المنطقه. ثم كي نروح ليهم نقصدهم ما يخيبونيش، ولكن كاين بعض من الناس وكاين بعض الوسمو تعطيك فكره، لخطر كاين بعض الناس اللي ما على بالوش تعطيك فكره تديلو. نعطيكم امثله واحده اخرى كيما هذاك اللي كان يكذب عليكم هذاك النكاز هذيك تاع التوقيعات، ما لمش التوقيعات وهاكم شفتوهم هم فضحوهم في هذه اللجنه هذه رغم انها مطعون فيها وفضحوهم. تم لميتش التوقيعات المطالب بها قانونا، يعني علاش راك رايح؟ ها هو واحد كيما شوطري رغم انه نختلف معاه وكذا وكذا، ولكن مع ذلك انسان صادق ما لمش التوقيعات دار بيان. انا نشكر الناس اللي مشاو معايا وبارك الله فيكم وكذا وكذا، وان شاء الله رانا نواصلوا النضال تاعنا. ما راحش هو دا توقيعات قال انا لميت 30000 ولا نروح انا ندي التوقيعات ودير خطر. علاه؟ كاينين الناس اللي هما ماهمش رايحين على جلب هما على بالهم باللي الملف نتاعهم راه مرفوض، ولكن هما يحبوا يبانوا في قنوات فضائيه هاو لم التوقيعات وهاو كذا، ولعل الله بالك شمي عقبنا كاش واحد جينيرال والله قال ودي عقبوا الملف نتاعو هذاك هم قبول اي اياد الزوه بركي. تستعمل في الترافيك تستعمل في التزوير وتحوس تولي رئيس وتحوس انت تحارب التزوير وتحارب العصابه، ياك انت واحد منهم تاك واحد من العصابه. درك المهم الشيء اللي راهم وصلوا ليه بدون ما نظر داخل في التفاصيل، راكم شفتوا الان خذيتوا فكره برك على التوقيعات. اذا ماهيش حاجه سهله، قادر انت دوك مثلا تروح لواحد تعطي له طزينه كيما يقولوا في البلاد
100 توقيع ما يرجعهاش خلاص. والوقت راهو يمشي، الوقت راهو يمشي، تضرب على روحك انت مديت التوقيعات راك سربيتهم. واحد يجي لك 10، واحد 5، واحد 4، واحد عطيني 50، واحد 100، راك خرجت التوقيعات المدخول والو. ربي يجيب، ما عندك والو. خطر علاه ما تعرفش الناس باش انت تلم التوقيعات. انا شخصيا العبد الضعيف انه كنت الناس نعرفهم، نعرفهم، نروح الواحد نقصدو ندخل للدار تاعو يلا يهزهم 4 5 4 5 4 5 مني 10 منا ولمينا التوقيعات. كنا الولاية الأولى اللي جمعت التوقيعات على المستوى الوطني لأحمد طلب إبراهيم سنة 99، ولمينا ما شاء الله تقريبا 5000 توقيع. في 2004 ما لمش التوقيعات في البرج، ولكن محمد السعيد ما كانش عنده الشجاعة باش يقولها، ما لمش التوقيعات. خطر عليه عطاو له درس باش تعرف الرجال وشكون هما، باش تعرف مع روحك مع مرك تمشي. مشاو معاك الناس الرجال 19 سنة. أنا هنا في فرنسا ما كانش النهار هز التليفون هذا الطحان هذا الرخيص هذا وعيط لي قال والله ترى نسقسي عليه. 19 سنة عينه وزير ضرب فيها باسبور ديبلوماتيك شهرية، وأنا محروم من العائلة نتاعي ما نهضرش معاه. هاد التصرفات هي اللي خلات الناس ما تأمنش بالانتخابات، هاد التصرفات هي اللي خلات الناس تكفر بالانتخابات. فهمت شكون انا اللي روح دوك انت معاك يقول لك هاو هذاك يا ما تعرفوش انت هاو خالو هذاك هاو عمو هذاك هاو كذا واش دار بالانتخابات. هاو راح مشى مع احمد طالب الابراهيمي، هاو احمد طالب الابراهيمي راهو عايش لبس عليه وهو هاو قاعد يتمرمد في فرنسا. عرفتوا علاش ما تلموش التوقيعات؟ حتى انا هذا باش برك في الفيسبوك، باش في الفيسبوك حقرتني، باش في الفيسبوك تتهكم عليا وانا اللي كنت نحلك في عينيك يا الطحان يا رخيص. باش في الفيسبوك انا اللي دخلتك لداري وكليت ملحي. باش في الفيسبوك ها من بعد تروح انت للمواطنين يلمولك، تروح ليه يبول عليك حاشا الناس السامعين حاشا العائلات، تروح ليه ما يهدرش معاك ما يحوسش عليك. التوقيعات هذه باش تلمهم انت لازمك تكون راجل. انت تشوف لي درك هذا، درك هذا التبون، تبون مع لفلان عندهم 48 محافظة على مستوى الولايات بالتليفون. الو الرئيس تاعنا التبون ايا 48 ولاية نستخدم، ما يحتاجش الولايات، عندهم ممثلين في البرلمان، عندهم ممثلين في البلديات، هذوك المنتخبين هذوك في ربع ساعة يلموهم له، ما يحتاجش هو توقيعات. فهمت اللي انت طرطر عليهم وتوسيلهم وعنده جهاز راه من وراه ميهو بي كيف كيف بالعيد هذا كيف كيف بالفليس كيف كيف، عندهم أجهزة راه من وراهم تمشي تخدم. انت واش عندك؟ عندك الضرات في الفيسبوك وداير حي حايا. فهمت راهو الحلف الاطلسي راهو يرتعش، والجزائر راها خلاص راها طهرت الجيش، طهرتهم من الوسمو راه مكذا ها طلعوا لكم كلهم جماعه بوتفليقه. شكون اللي كان يبيع في الاوهام للشعب؟ حنا نتحدثوا بلسان الواقع، الاشياء اللي رانا نحكيو فيها رانا عايشينها، ماناش نحكيو رانا ننظروا ولا رانا نستعملوا في الديماغوجية ولا نستعملوا في الأمور النفسية، رانا نحكيو بلسان الواقع، تحدثوا في بأسلوب اللي يفهمه المواطن ويفهمه الناس. إذا هذه هي المسألة نتاع التوقيعات، علاش الناس هذو ما لموش توقيعات؟ أستاذ جامعي ومن بعد تقرا في النازا ومن بعد اسكو ماكش في فرنسا ماكش في سويسرا راك في الجزائر وراها تركة قدامك تاع ناس اللي هما ياما راحوا ناس للبرلمان انتخبوا وللبلديات ونوعدكم نجيبو لكم الطريق ونديرو لكم جنة كما قالهاش البومباردي، ومن بعد النهار يوصلوا بالسلامة بالعافية.
تروح ليه انت راك تعرف الجميع. اه هذاك استاذ جميل والله العظيم، غير مرة على بالك تعرف شو نص نقطة حرقني عليها هذاك، انا انتخب عليه انا والله العظيم من انتخب عليه والله ما نعطيه له انا هذا. ويبدا داكور هذاك يا هذاك واحد الرخيص كبير هذاك، انت برك ما تعرفوش هذا. وتمشي لسمو الهضره هذيك في الاوساط. اذا هذا الناس اللي ما لموش التوقيعات، هذه هي احمد طلب في 2004 ما لمش التوقيعات. ومن بعد محمد السعيد باش هو يكاموفلي الحاله هذيك قال واجي راه مهجموا على المجلس الدستوري باش يكاموفلي الحاله، هم سرقوا له التوقيعات. هذه هي القصه وما فيها. درك الان راك مخذيتو فكره على القضيه نتاع التوقيعات، عرفتوا الناس هذو اللي راهم مش قابلين للتغيير. دوك حنا راها ناس في الحراك، راها تنشط، راها ناس تجتهد، راها ناس تسهر، راها ناس تتحرك، راها ناس تنادي، راها ناس تصرخ، راها ناس تطالب. هذو نحيوهم، هذ الاحرار، هذو الشرفاء اللي بقاو هما طيلة هذه الأسابيع رغم العراقيل ورغم الضغوطات رغم المثبطات، وبقاو حاملين المشعل وقاعدين مواصلين في الوتيرة نتاع الحراك، حتى ولو أنه راهو طلع وهبط في بعض المرات ولكن بقاو مواصلين، بقاو مواصلين. هذو ناس نتحيوهم ونقبلوا الرؤوس تاعهم واحد بواحد، عربي قبايلي شاوي مزابي ترقي كلكم ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم، انتم الرجال انتم الاحرار. اما الشميت خليو عليهم يتعذبوا، راه من الليله كل راهم تاكل فيه من الندامه. يا ليتهم وقفوا مع الشعب، كانوا يسخروا منكم، كانوا يضحكوا عليكم. شوفوهم الان كيفاش راه الخزي والعار والندامه راه تاكل فيهم الليله. ومنهم اللي ما عندوش حتى الشجاعة باش يعتذر، ما عندوش حتى الشجاعة باش يقول باللي أنا أخطأت الطريق، وما زالهم يواصلوا. لذلك واصلوا في الحركة نتاعكم حتى ولو قل، واصلوا في الحركة نتاعكم وبقاو دائما على هذا الوسمو. والناس اللي راهم درك في الجيش باش نتكلموا بالصريح والفصيح، قولوا وش حبيتوا، قولوا واش حبيتوا، دزوا معاهم اليوم وغدوه وغير غدوه. الان على الاحرار وعلى الشرفاء داخل الجيش وين ما كانت المواقع نتاعكم، الان القايد صالح الخائن، القايد صالح الحركي، الان راكم شفتوه وشفتوا وين راهو وصلكم. راهو مازالوا عنصر من عناصر نتاع العصابة اللي كان يدعي في وقت سابق من أنه راه يحارب فيها. الآن راكم شفتوا من خلال هذه اللجنة اللي هو شكون هذا اللي عين هذا نتاع كريم يونس هذا، وشكون اللي عين هذا نتاع اللجنة نتاع الانتخابات هذا، وهذا الناس كيفاش عقبوا. هذا الناس اللي راهم يحكيو لكم هما على التطهير وراهم لحقوا الشرفاء ولحقوا الأحرار وراهم كذا وكذا وكذا، وين راهم؟ كان في وقت سابق تسجيلات راها مازالها موجودة بالأسماء نتاعكم، كان منكم اللي كان يقول واحد ما يفوت ويعقبوا غير الناس ويعقبوا غير كذا، ورا الضراط نتاعكم هاو عقب تبون، هاو عقب مفليس، هاو عقب بالعيد، هاو عقب بنقرينا، هاو عقب ميهوبي. هيا وراهم الشجعان تاعكم، ارونا شجعانكم، هيا ورونا ترى الرجال نتاعكم، ورونا ترى الدومان تاعكم اللي كنتو توريو فيهم على كذا. هيا يلا، ما عندكم لا إرادة شعبية تسند فيكم ولا القيادة نتاع الجيش راه واقفة معكم، بالو عليكم في زوج. ومع ذلك انا عارف باسكو وجوهكم لا تستحي، متحشموش، عارف باللي متحشموش، شغل واحد انت تصفع له منه هو
يدور لك من هي، ما تحشموش، ما عندكم لا مبدأ ولا فكر ولا كذا، معمرين بالغرور وقاعدين تبيعوا في الأوهام للشعب. صلاة النبي، ولا تحكوا بلسان تاع واقع ولا نتاع منطق، والله بالموضوعية ما كان والو. الشعب الجزائري استغلته بعض الظروف، الناس ما تعرفش، لا تعرف الأزمة ولا تعرف المأساة ولا تعرف كذا وكذا، كانت الناس تمشي قال واش هذا معارض للنظام، يلا تروح يشوف واحد يسب مليح هكذا والله يوقفوا معه. لكن درك مع الوقت لما كانت كاينه بعض الامور اللي شرحناها، كان واحد منكم ما كان يهضر على الدول العميقه هذه، اتحدى اي جزائري يجبد التسجيل ويتحدى الدول العميقه وكان يهضر عليها والله كان يشرح في هذه الامور هذه، اتحداكم. الان درك صرتوا كلكم تعرفوا، كلكم تفهموا. إذن احنا الان محتاجين للرجال، رجال لابد هو ان تهيئوا لهم الارضيه، كاين فيه شرفاء داخل الجيش لازم تهيئوا لهم الارضيه ايها الاحرار على المستوى الوطني في الحراك، هيئوا لهم الارضيه على جال باش يتحركوا هما في الوقت المناسب لكنس العصابه ورميها الى مزبله التاريخ. لازم تهيئوا لهم الظروف، ما تدخلوش في مواجهة مع الجيش، ما تدخلوش في مواجهة مع الشرطة، كاين فيه رجال أحرار، كاين فيه شرفاء وراهم ينتظروا على أحر من الجمر، وقتاش تتاح لهم الفرصة راها جات. درك احنا دوك الآن لازم الناس تواصل الحراك، كاين هناك حلول، خاطر كاين بعض من الناس دوك ربما لما يسمع الكلام يقول لك اخويا ايه من الصباح وانت تتكلم ذوك الكلام هذاك اللي راك قلته انت كامل، رانا على بالنا به ومليحه سيدي وبارك الله فيك، ولكن احنا ما العمل؟ واش لازمنا نديرو احنا؟ واش هي الحلول اللي انت تقترحها؟ وهذه الحلول اللي تقترحها انت تكون يعني منطقيه وعقلانيه على جال باش احنا نخرج. شوفوا الاخوه والاخوات، وان شاء الله ما نطولش عليه، كاين بعض من الناس اللي تحدثوهم على الدستور، وراني تحدثت انا في وقت سابق قلت لكم انا لما انت تروح تدخل في ماتش والماتش هذاك مبيوع، ما تجيش من بعد انت تقول لي باللي راني خسرته منا وصايين تراك على بالك بروحك. احنا قلنا لكم باللي منذ البدايه باللي لو كان جات هاد الناس عندهم نوايا، انا هضرت على روحي جبت كمثال القضيه هذه نتاع الباسبور، كاين بعض من الناس قال لك انت هذه قضيه شخصيه، قضيه شخصيه على قضيه شخصيه، انا معارض للنظام مش معارض من لندن، مش معارض من لندن، انا معارض للنظام في الداخل والاسم نتاعي موجود في وزاره الداخليه، كنت معارض في الداخل، معارض البوتفليقه في الداخل، نهار اللي وصلت لواحد المستوى خرجت، اسم نتاعي موجود في وزارة الداخلية، نهار كان العقون نتاع زرهوني كان يسمي فينا ويشبه فينا بالنازيين الجدد، عرفت النظام في الداخل، الأجهزة نتاع الأمنية يعرفوني في الداخل، يعرفون النشاط نتاعي كيفاش كنت. ولما تحدثنا عن الباسبور، مع أنه أنا كنت ناوي ندخل قبل الحراك، قبل الحراك كنت ناوي على جال باش نوضع الجواز تاع السفر تاعي ومجد روحي، كنت يعني هكذا عندي قناعة راسخة وعندي شعور، شعور قلت أنا كاين أشياء راها جاية، عندي شعور هكذا. نهار اللي شفت أنا بن فليس عشا، بن فليس اللي منعنا من النشاط السياسي عشا معارض، بن بيتور عشا معارض وغيرهم، هذا سفيان جلالي اللي كان هو عضو في المجلس الانتقالي عاش معارض، زبيدة السول عاشت معارضة، مقري اللي كان في البرلمان وحمس اللي كانوا داخلين في التحالف الرئاسي وأبو جر السلطاني ويحيى بالخادم عاشوا معارضين. أنا وش من معارضة أنت؟ معارض الفيسبوك، شو من معارضة؟ صاي أنا نروح نطلب جواز سفر تاعي ونروح لعل الله نلحق بالناس اللي راهم مازال ما ماتوش، لعل الله نتلاقى بهم
وقدر الله وما شاء فعل، ولكن النية نتاعهم الخبيثة فضحتهم. بالتالي أنا لزقت في القضية هذيك، جابها ربي، جابها ربي. هاد الناس لو كان درك هما كانت عندهم نوايا حسنة ويحوسوهم على التغيير، لو كان أنا عطاو لي جواز السفر تاعي، وحتى لو كانوا نقولوا مثلا روحت وحكموني ثم، قال ممنوع حتى من التسجيل في السفر، والنتيجة راكم تشوفوا. لماذا؟ لأنه يحوسوا ويفوتوا الانتخابات، وما مش يحوسوا على ناس اللي يقدروا هما يجندوا الرأي العام، عارفين باللي الكلام نتاعي عنده تأثير على كثير من القناعات، مش عند الذباب والفلالس والصراصير، صراصير تاع الفيسبوك. الكلام نتاعي يلحق الى اعلى المستويات، ويسمعوه انه خب على اعلى المستويات، ويتاثروا بالكلام نتاعي، لانه راني نقول فيه كلام واقع، كلام مبني على الحجه، مبني على الدليل، مبني على البرهان، مبني على المنطق، ومبني بموضوعيه. ويسمعوني كثير من الشخصيات اللي يسمعوا الكلام نتاعي، منعوني، قال لك قضية شخصية. الواقع الآن وش يقول؟ وش راه يقول الواقع؟ راكم انتم الآن أمام أمر واقع. بالتالي ذوك حنا الحلول، حنا لازمنا نعرفوا هذا النظام، مثل ما حكيت لكم في البداية شكون هما هاد الناس اللي راهم مكرافضين التغيير. جهات أجنبية، ناس متورطين في المأساة، ناس راهم متورطين في الفساد، يخشون الحساب، يخشون الانتقام، يخشون الفضع، الفضائح، يخشون كذا 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 كذا. شوف روحنا احنا واش عندك يا هل ترى واش قادر تدير، ونجيبوا اشياء. كاين ناس دوك راهم يحكيوا على الدستور، نجيب لكم انا حل، تحدثت عليه في وقت سابق ونعاود نركزوا. يا سيدي بدل من الانتخابات ديروا استفتاء. كاين ثلاث خيارات اللي راها مطروحه باش تجتمع الناس على خيار واحد، ديروا استفتاء. قال ايها الشعب الجزائري، يا هل ترى انت راك قابل انتخابات رئاسيه، يا هل ترى راك قابل مجلس تاسيسي، ويا هل ترى راك قابل مرحله انتقاليه، والله يا هل ترى تريد مرحله انتقاليه، والله انتخابات رئاسيه، والله مجلس تاسيسي. استفتاء كتعاوزوا على التطبيق نتاع الاستفتاء، ما فيهش مرشح، الناس كامل تروح تعرس، ما كانش مرشح. وخرجوا الخيار اللي هو يجتمع حول الشعب، قال الشعب انتخابات، من بعد نروح الانتخابات، أغلبية تاع الشعب هي اللي تهدر بالصندوق. قال الشعب يروح الانتخابات، من بعد تهيئ الظروف. قال درك يخيرهم مثل ما عينوا هذا كريم يونس وعينوا هذا شرفي، يا خويا يجي واحد شخصية وطنية مقبولة، لا في اللجنة تاع الحوار، والله اللجنة نتاع الاسمو نتاع المراقبة نتاع الانتخابات. لما يكون فيه تصويت شعبي قوي، ناس كامل تشارك، ترك دافع الخيار تاع الانتخابات صوت على الانتخابات، ترك دافع المرحلة الانتقالية صوت على المرحلة الانتقالية، تدافع المجلس التأسيسي دير، وتحبوا زيدوا ديروا خيار واحد اخر ولا زوج ديرهم. من بعد لما تجتمع هذه الخيارات كلها وتكون فيها مشاركه شعبيه، لما الشعب هو يحدد الخيار اللي راه درك هو اقرب على جلب باش هو يغير هذه العصابات ويدير هذا التغيير الحقيقي، فيما بعد نجيو للتفاصيل، نجيو للتفاصيل. هاو كاين هذا الخيار تاع الاستفتاء بدل من انه تروح، لانه هما الان رايحين. لما يكون الشعب راه مصر هو درك هو على الرفض تاع الانتخابات، من بعد الناس وين رايح؟ هاو دوك يخرجوا هادو دوك هاد المرشحين، انا متاكد من انه راهم رايحين يقاطعوهم، رايحين يفسدوا لهم التجمعات، ورايحين ربما فيما بعد قال حتى يقطعوا الطرقات، وربما اذا كان تطورت الامور تروح لبعيد.
ودوك الناس داخل الجيش ما راهمش رايحين يقعدوا ساكتين. القايد صالح والله العظيم وتخبي روحك في عرف كبريت غير يجبدوك، وشوف للقذافي هاو قدامك، شوف للتعنطير تاعو وين وصلوا، شوف للتعنطير تاع علي عبد الله صالح وين وصلوا، شوف للتعنطير تاع ناس اخرين بدون ما نظل نعدد فيها. والله وتخبي روحك في عرف كبريت غير يجبدوك، وتدفع الثمن غالي، مشي تحذير ومشي تهديد، راهو تنبيه. فهمت؟ خطر على بالي بيكم انتم تلزوا في الكلام، وقال هذا هو يهدد وهو كذا يدزوا معاهم، بصح راني نقول لك راهو تنبيه. هو الشعب الجزائري راهو مشي الشعب التونسي، يو راهو لثار، يو والله والله واحد لحبسه. إذن المسألة راه واضحة، أنا اقترحتكم اقتراح نتاع استفتاء. حبيتوا تروحوا ذلك الآن المرحلة الانتقالية مباشرة بعد ما الآن راكم فشلتوا خطر على ذلك هذا الناس اللي راهم قدموه. ما دام انتم راكم تحوسوا غير فقط على رئيس وما عندوش أغلبية شعبية، يروح يا صاحبي نجيب انا على الاقل شخصيه محترمه مش متورطه مع هذا النظام. قال احمد طلب ابراهيمي والله حمروش، والله شخصيه مقبوله، شخصيه عندها تجربه، عندها كذا، فيما بعد يتشكل مجلس رئاسي وتمشي الناس وحده وحده للانتخابات. وهو عندكم الحل الاول اللي قدمته لكم تاع الاستفتاء. فيما بعد التفاصيل راه تجي، وانا الاقتراح اللي راني مقتنع به ومؤمن به قبل الانتخابات، قبل الانتخابات كنت نحكي على هذا الخيار اللي هو لابد من عقد مؤتمر. يعني كاين فيه خيار واحد اخر اللي هو تاجيل الانتخابات، ما تعلنوش على التاريخ تاعها، تاجيل الانتخابات، إلغاء الانتخابات هذه المقررة بعد ما ذوك هذا الآن ظهروا خلاص. راهم ذوك هذه الجماعة اللي تخيروا منهم تلقاهم من الديارات، يا إما أنه هذا العصابة اللي راه حاكمة رايحين يستعملوه كواجهة، وبالتالي ما عنده لا شرعية شعبية، يجي هو تحت يديهم تحت الوصاية نتاعهم. ونفس الشيء في الخارج، هذا وقدو يخرج لك الخارج يتكلم يقولوا ديكاج الشعب نتاعك رافضك، جاي انت لهنا تخبط يدك على الطابله، ما كانش. يبقاو هما يستغلوا فيه تاجيل نتاع الانتخابات، فيما بعد يكون فيه مؤتمر، مؤتمر في الداخل يشاركوا فيه الناس تاع الحراك على مستوى 48 ولايه، الناس اللي راهم مشاركين في الحراك من الاطارات، الناس اللي راهم فاهمين الامور وكذا، والناشطين، وفي الخارج ايضا فيه ناس هكذا. ومن بعد تناقش أرضية نتاع مشروع مجتمع، فيما بعد تروح الناس تدريجيا للانتخابات. خطر هذا الناس اللي راهم درك هما في السلطة، أو هذا الناس اللي كنت نحكي لكم فيه أنا درك سواء في الخارج ولا في الداخل، متخوفين، هما متخوفين لما يكون فيه تكون فيه ضمانات. يا خويا احنا مالاش نحوسوا احنا نجيو نحتلوا تونس ولا نحتلوا المغرب ولا نحتلوا فرنسا ولا نحتلوا الأمريكان، حوسوا فقط على بلادنا، حوسوا نديروا مستشفيات فيها وجامعات ونديروا فيها طرقات ونديروا فيها نخلقوا فيها بيئة ومناخ اللي يعيشوا فيه المواطن مثل ما راه عايشين المواطنين في دول واحدة أخرى، عزيز مكرم في بلاده. وسيدي يخطوكم الحراقة ويخطوكم اللاجئين ويخطوكم الأسدياف ويخطوكم هذا الناس اللي راهم يديو في ليزالوكاسيون وكذا وكذا، يخطو جدكم هاي يرتاحوا من الوجوه نتاعكم وترتاحوا انتم منهم ثاني. هذه نعيشوا في بلادنا، حنا لو كان لقينا دوك حنا العيشه نتاع بلادنا واش نجي ندير انا له؟ واش نجي ندير؟ نروح في بلادي ولا عارف في اول طائره نروح نعيش في بلادي خبزه كسره وراس ما وكما يقولوا الراس في السماء.
أتمنى هو أنه راه الرسالة نتاعي وصلت، أكتفي بهذا القدر. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أتمنى هو أن راني أفدتكم بهذه المداخلة، واعذروني إذا كان ربما راني مرة على مرة هكذا ارتفع الصوت تاعي ولا انفعلت. والله راه الإنسان دم والحم، وراها الآلام وراها المآسي وراها الغربة وراها الضغوطات هذه النفسية المختلفة، راها مرات تتأثر على الإنسان، وراه ماشي غير يقول كلام خارج الطريق. تشوف انت يا سيد كان يقتل يضرب بالدبابة وبالصاروخ ويسميوه مجاهد وكذا وكذا، وانت المظلوم، انت الضحية، انت المحقور، يطلقوا عليك هكذاك تهم هكذاك باطلة بالكذب وبالتبليط، ويجيب عندك الهال. وين انك تشوف انت ناس كنت تدافع عليهم وكنت كذا، من بعد واحد يطعنك في الصدر، واحد يطعنك في الراس، واحد يطعنك في الظهر، واحد كذا، واخر تاعك تشوفه. كاين بعض من الناس انا هذه الايامات هم اللي زادوا عليا، شفت بعض الوجوه هكذا اللي كنت دايرهم انا باللي رجال ودايرهم باللي كذا، ومن بعد هم فات كونت لا يختلفون على 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 جماعه واحد اخرين. المهم هذه الكلمه نتاعي باختصار، نلتقي ان شاء الله اذا طالت الاعمار في فرص واحده اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.